السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر، لعل يكون عندك خير الفتره اللي جايه وعندك تبشرات طالت انتظارها. كل اللي مطلوب منك يا برج السرطان ان انت تهدئ اعصابك الفتره دي وتركز كويس جدا في قراءتك، علشان هقول لك حروف وهقول لك مواصفات وهقول لك كلام خطير جدا بإذن الله يكون ينطبق على حياتك إن شاء الله. كمان مفيش غير الفرح والهنا اللي يكون لك فيه نصيب، ويبعد عنك الحزن والضيق، ويبقى فيه صلح مع الشريك. ويلا بينا بقى نشوف أخبارك واحدة واحدة. يلا بينا نشوف فنجان برج السرطان الفترة القادمة. بسم الله ما شاء الله. برج السرطان، انت دايما عندك مواجهات، دايما عندك مشاكل كتير جدا مش عارف تحلها ازاي، دايما عندك توتر، دايما عندك حيرة، دايما عندك امور عكس ما انت تتخيل. بقيت هنا متسرع جدا انت يا برج السرطان في قطع علاقاتك مع الناس اللي هي بتزعجك، مع الناس اللي هي دايما بتقارن نفسها بيك، دايما عامله لك توتر وحيرة. بقيت عندك قطع العلاقات، بتقطع العلاقات بسرعة عشان خاطر الناس دي سببت لك ألم في الماضي، سببت لك ألم في الحياة. برج السرطان، انت ما بتبخلش على حد، بتحب تساعد كل الناس وتقف مع كل الناس وتفعل دايما الخير، بس محدش بيردلك الخير بالخير، بالعكس بيردولك بسذاجة وبيردوا عليك عكس ما انت تفكر. بص كمان يا برج السرطان، انت هنا عندك انطلاقة جديدة في حياتك وعندك رحلة حلوة، بس عندك تشتت في الافكار ومش عارف تاخد القرار الصح. عندك تعرف على حد جديد الفترة اللي جاية، الحد ده هيغير من طريقتك في الحياة وهيديك دايما انطلاقة جديدة. عندك شخص غالي عليك مريض انت يا برج السرطان، لدرجة ان انت حلمت حلم وحاليا بتمر بأزمة مالية او كرب في حياتك، او ممكن تكون عليك دين الفترة دي. في واحدة ست قريبة منك بتحبك وليها دور كبير جدا في حياتك، وخاصة في مجال عملك، هتساعدك في ترقيتك والحصول على المكافأة اللي انت مستنيها. انت محتاج ايه الفترة دي؟ محتاج تغير ايه في حياتك؟ تغير نظامك ولا تغير طبيعتك ولا تغير ايه؟ ايه الحاجة اللي انت محتاج تغيرها اليومين دول؟ بتحاول تغيرها، بتفكر فيها كتير، الحاجة اللي بتضايقك، اللي بيتضايقك بتفكر فيه كتير. شايفالك كمان هنا خبر حلو كنت محتاج تسمعه بقالك فترة، بإذن الله هيتحقق يا برج السرطان. عايز اقولك ان ربنا هيفك كربك وهيبدل حزنك بسعادة وهيفرحك وهيوسع رزقك ويقرب منك البعيد، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله يا برج السرطان، انت عندك ايام جميله وعندك فرحه وهنا بفضل ربنا الايام اللي جايه. ربنا بيقول لك ابشر وبشر الصابرين ان هو هيديك ويكرمك ويوسع رزقك. برج السرطان عايش ببركه ربنا رغم ان هو عليه كميه ضغوط رهيبه، نوم مش مستقر، دايما بيفكر كتير جدا، 24 ساعة في 24 ساعة تفكير، دماغه شغالة على طول دون اي انقطاع في حياته، وده عامل له توتر لدرجة ان هو بيعاني من ألم في الظهر وألم في الركبة والعين بشكل بشع جدا جدا. برج السرطان، ست السرطان او رجل السرطان دايما بيكونوا بسيطين جدا، بيحبوا الضحك والهزار، بيكونوا مرحين وغلبانين جدا 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 من جواهم، واللي هيعرفهم هيحس ان هو عرف حد كويس جدا. ما بيعرفوش يحقدوا ولا يكونوا لقمة ولا الكلام ده كله، بس شايفة ان فتاة السرطان عندها دمار شامل، عندها عقدة نفسية،
بس برغم كده ان هي بتقاوم وبتعافر وبتجاهد عشان خاطر توصل وتكمل، بس دايما عندك مشاكل يا برج، يا فتاة السرطان. معظم برج السرطان الزعل اللي جواكم ده بيبقى سببه العشم، بتبقى فاكر انك غالي وعزيز عند ناس، وفجأة تكتشف انك مش عزيز ولا غالي زيك زي اي حد في حياتهم، ودي حاجات بتزعلك وبتكتم جواك وبتدمر نفسيتك. كل ما بتكبر، كل ما بتكبر وكل ما بتمر بتجارب فاشلة يا برج السرطان، انت بتحس بايه؟ بتحس ان عقلك خلاص تعب، بقيت عايش في رعب. ممكن تعبك ده يدخلك في حالة نفسية لو كنت بسيط جدا. زمان كان التعب النفسي ده مجرد فترة في حياتك او حاجة هتاخد وقتها وخلاص هتخلص، لكن مع الوقت بتحس ان انت استهلكت كتير جدا من صحتك ومن حياتك، بس شايفه لك حياة جديدة، وشايفه لك التعب النفسي اللي انت فيه ده هيتغير، وهتكون هتكون يعني هتكون حاجة كويسة في حياتك، وهتقف على ارض صلبة بإذن الله، وهتقف على رجلك تاني من جديد، والرعب اللي جواك ده هيتشال منك خطوة خطوة بعد ما تعمل الخطوات اللي هي في حياتك الفترة اللي جاية. عايز اقولك انه مع نهاية العام ده حظك هيتحسن، وهيكون عندك نصيب حلو جدا في الايام الجاية. الفترة دي زي ما قلتلك نومك مش مناسب جدا لخلايا المخ عندك والاعصاب، وده دايما عامل لك صداع في حياتك. بلاش تعاتب الناس اللي زعلتك، بلاش تعاتب الناس اللي زعلتك او تحسسهم ان انت بتعاتبهم عشان انت بتحبهم. انت سيبهم زي ما هم، سيبهم زي ما هم، وهم اللي هيدوروا عليك. طيب قولي انت كنت تعرف مين وعملت لبعض بلوكات يا برج الميزان؟ انت كنت تعرف مين؟ مين اللي عملت له بلوك وكان عزيز على قلبك بس اكتشفت حقيقته؟ سبحان الله يا برج السرطان، سبحان الله، عندك تغيير جذري في كل حاجة، عندك تغيير جذري في كل حاجة. ربنا قادر على تغيير كل شيء لأجله، قادر ان هو يغير حالك لأفضل حال، قادر ان هو ربنا ياخد لك حقك من كل شخص اذاك، قادر انه يحقق لك امنيتك اللي انت بتحلم بيها كل يوم انها تتحقق، قادر يكبر بخاطرك، قادر يفرح قلبك، قادر يعوضك، قادر ان هو يخليك تنجح وتكمل وتوصل. ربنا كريم يا برج السرطان، ودايما خليك مبشر. في علامة عندك واشارة وراهم فرج وفرحة بإذن الله الفترة اللي جاية. شايفة كمان يا برج السرطان العلاقة اللي انت فاتك ومرت بسنين صعبة وأيام كلها تعب وشقة في حياتك دي هتنساها وهتدخل في حاجات حلوة. قولي انت ايه الحاجة اللي زادت عليك في بيتك؟ في مصاريف عندك شغالة، في توتر، في فلوس جاية، في حاجات كده. الإشارة اللي هتجيلك دي هتكون رضا من عند ربنا ليك، هتكون رضا من عند ربنا ليك، عشان ربنا عايز يفرحك وعايز يكرمك وعايز يديك اللي انت مش عارف تاخده. برج السرطان، برج السرطان، انت هنا شايل مسؤولية وشايل هم، شايل مسؤولية وشايل هم كبير جدا فوق كتفك، لدرجة ان انت مش عارف تعمل ايه. كل اللي عليك ان انت خايف، متوتر، حيران. فتاة السرطان اتظلمت من اقرب الناس ليها، فتاة السرطان خدت قرار غلط في حياتها لحد الان ندمانة عليه، وحاسة ان هي دلوقتي حست قد ايه القرار اللي خدته ده غلط، قد ايه دخلت بيت او قد ايه اتعرفت على اشخاص اذوها، اتكلموا عليها، سرقوها، خانوها، غدروا بيها، طعنوها، الله اعلم.
قولوا لي يا برج السرطان، اكتشفتوا حقيقتهم ولا لسه؟ اكتشفتوا مرات الاخ ولا الاخت ولا الصديقة؟ اكتشفتوا مين بالظبط؟ مين اللي الناس اللي عندكم اللي دايما عايزاكم تكونوا ناس كده، عايزاكم تكونوا غامضين، عايزاكم بيحسسوكم ان هم عايزين مصلحتكم وهم بالعكس ولا عايزين مصلحتكم ولا عايزين حاجة. عندك يا برج السرطان انت الفترة اللي جاية دي عروسة، عروسة في حياتك، يا اما حد هيقدم لك هدية، يا اما انت هتقدم لحد هدية، يا اما عندك لبس خطوبة او لبس زواج الله اعلم، او انت ناوي تروح مناسبة الله اعلم، بس انت عندك لبس فستان الفترة اللي جاية، وده بيدل على بشارات كتيرة جدا حلوة. انت نهيت علاقتك مع بعض الناس يا برج السرطان، وبدأت ان انت تقطع علاقتك مع كل الناس، وبدأت ان انت عايز تعيش لوحدك، تعيش في كوكب تاني مختلف، تعيش بمزاجك، محدش يتأمر عليك ولا حد. بدأت تقول ان انا مش عايزة ادخل حد في حياتي يظلمني ويتعبني ويعمل لي توتر، انا اعيش مع نفسي رغم ان الوحدة وحشة، بس مع نفسي هكون مرتاح، ولا حد يقول ان انا قلت ولا عدت، ولا حد يقولني كلام انا ما قلتوش، ولا حد يجيب عليا ظلم وافتراء. صح يا برج السرطان؟ قولي. طب الموضوع اللي شاغل بالك وشاغل تفكيرك، ناوي تاخد خطوه لقدام ولا لسه؟ ناوي ان انت تنفذ القرار العميق اللي انت بقالك فتره ولا مش ناوي؟ قولي ناوي تعمل ايه بالظبط؟ انا شايفة ان انت بالك مشغول، بالك مشغول وبتفكر كتير جدا، بتيجي تحط دماغك على السرير بتلاقي دماغك بتودي وبتجيب وتجيب وتودي، ومش عارف او مش عارف تبدأ منين او تكمل ازاي. طب اقولك على حاجة، المشروع اللي انت دخلت فيه واتضحك عليك فيه، او طلع فاشل، او انت ما كملتش فيه، ده حكايته ايه؟ هتسيب حقك كده يا برج السرطان، ولا هتفضل تدعي ربنا كتير عشان يغير تغيير حياتك، وبإذن الله يكرمك ويوسع رزقك زي ما انا شايفه لك تعويض الفترة اللي جاية، وعندك رجوع حق. شايفه كمان للمنفصلين ممكن يكون عندكم رجوع، او انتوا عندكم لهفة واشتياق لأحباب، عندكم لهفة واشتياق، بس انا شايفه لكم تجمع عيلة، وعندك ثلاث اشخاص في حياتك تجمع عائلي، وعندك طفل صغير، الطفل ده مريض ولا انت خايف عليه، ولا انت في ايه بالظبط يا برج السرطان؟ مين الست اللي تحس ان هي عيونها ملونة وشعرها طويل في حياتك، وهي الست دي تحس كده ان هي بتبين لك ان هي كويسة، بتبين لك ان هي كويسة، بس انت في الحقيقة حاسس وتفكيرك متغير شوية. شايفالك يا برج السرطان الفترة اللي جاية هيكون عندك تقدم حلو جدا في حياتك، وعندك نجاح، وعندك تغيير جذري اللي انت مستنيه واللي انت بتحلم بيه. شايفالك كمان هنا انطلاقة جديدة وسكة فيها خير. طيب لو انت عندكم صديقة مقربة منكم، بلاش تحكولها كل اسراركم، بلاش تطلعوا لها المداري، بلاش تتكلموا عن نفسكم او عن اي حاجة مفرحاكم. السرطان مشكلته حاجة واحدة، السرطان كلامه كتير عن نفسه، دايما بيقول انا هعمل وهعمل هعمل، ما يعرفش يكتم، لما بيفرح بيحب يفرح كل الناس، وده بيكون غلط جدا جدا في حياته، وده بيعمل له توتر وبيعمل له حيرة وبيعمل له انقلاب بشكل كامل لبرج السرطان. فانا شايفه لك نجمة، النجمة دي خطواتها كتير جدا عشان توصل لها، بس انا عايزة اطمنك انت التعويض اللي هيكون جاي لك ورا بعض هيخليك توصل للنجمة دي بكل الطرق باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. كلام كتير هيتقال في حياتكم، الحقيقة العاطفية هتكون كتاب مفتوح، لان الوضع اللي انتوا فيه حاليا وضع هيكون الكوكب مكتمل عندكم، وطول ما الكوكب مكتمل طول ما الحياة العاطفية هيبقى فيها تحسن، وهيبقى فيها خروج من الهم اللي انتوا فيه حاليا. بس
انتوا متراقبين من حد ليكم علاقة بيه، متراقبين منه، عايز يتكلم معاكم، عايز يفتح مواضيع معاكم، مراقبكم على جميع الأسرة، ودي حاجة مقلقاكم شوية، حاجة مخوفاكم شوية. في شخص هيكون واضح معاكم الفترة دي وهيفتح معاكم أكتر من موضوع علشان هو حاسس اتجاهكم أحاسيس، وهيبقى فيه كلام كتير. كمان البعض منكم عنده نقط على الحروف هيحطها، بس في حاجه مسببه لكم الوجع اللي جواكم ده، مسببه لكم الحزن اللي انتوا فيه حاليا. انتوا خايفين من بكره، رغم ان انتوا يعني مش عارفين تفكروا ازاي حاليا، مش عارفين تبداوا ازاي، في قلق وفي حيره وفي خوف، في حزن مؤثر عليكم. لكن الفتره اللي جايه دي هيبقى في حظ حلو، في طاقه جديده. الطيبه عندكم في طيبتكم، في الم في طيبتكم، في خيب امل من ناس معينه في حياتكم، او انتوا عندكم افكار مسيطره عليكم لازم تطلعوا منها، ولازم تبعدوا عن اي فكره مأثره عليكم، لان انتوا عندكم بدايه جديده، والبدايه الجديده دي انتوا اللي هتاخدوا فيها القرار. في خطوط او في احداث انتوا رسمينها، حاولوا تستغلوا الفرص اللي هتكون على جميع الاسعد عندكم، لان عندكم تحقيق حلم، تحقيق حاجة جديدة، في طاقة قديمة، انتوا طاقة جديدة، انتوا طالعين السلم والسلم قدامكم مفتوح، وعشان كده هتلاقوا مشاركة كلام، مشاركة أخبار، مشاركة أمور جديدة، والأمور دي هتفرحكم أوي، لأن على جميع الأسعد هيكون في تحسن حلو. انتوا خلاص قررتوا إن انتوا تبعدوا عن أي حد ممكن يأذيكم، عندكم خروج واحدة مش كويسة، الست دي مش يعني الست دي هتخرج من حياتكم، الست دي هتمشي فعلا، طرف تاني هيخرج او حد بيأذي فيكم، لان عندكم تغيير عتبة، تغيير سكن، تغيير مكان، في حد عمال يفكر فيكم، ممكن يكون الشريك عمال يفكر فيكم، حيران جدا، زعلان جدا عليكم، لان ممكن يكون سابكم بعد عنكم الله اعلم. لكن الحظ هيبدأ عندكم بحلول كتيرة جدا، وهتكونوا مبسوطين، لان هيكون في راحة نفسية قوي الفترة دي، او اعمالكم هتبدأ تتحسن، اعمالكم هتبدأ تتخطوا جميع المشاكل. فلازم تستغلوا الطاقة بتاعتكم، لان الطاقة بتاعتكم دي اللي متوزعة عليكم هتبقى تحسين على جميع الاسعد بتاعتكم. عندكم فترة مميزة، فترة مليئة بالانفراجات، فترة مليئة بالرضا، فترة مليئة بتحقيق المشاريع عندكم، انتوا بتسعوا والسعي ده جميل جدا ليكم. كمان في حد هنا هيقدم لكم مساعدة، والحد ده هيكون قريب منكم، ومن خلال مساعدته هتحققوا انجاز كبير، او هيبقى في تسهيل في ورق السفر، تسهيل في ورق انتم قلقين منه، في امور حلوة. بس انتم منتظرين كلام، منتظرين حاجة معينة بقالكم مدة، والحاجة اللي منتظرينها دي انتم عندكم استعداد تعملوا حاجات كتيرة من اجل ان انتم توصلوا للحلم بتاعكم. فدايما اقول بلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش الخوف من بكرة، كونوا دايما على ثقة، لان القادم ليكم هو خير فقط لا غير. كمان انتم هنا على يقين بان ربنا هينهي قصص كتيرة في حياتكم، وهيبدأ لكم حاجات جديدة، في خير وفي ايام جميلة هتتوزع على جميعكم ان شاء الله بإذن الله. انتوا اتخذلتوا من ناس كتيرة جدا، والناس اللي اتخذلتوا منها دي كنتم مقدمين لها غير الحلو بس، يعني ما قدمتوا لهاش حاجة شر تعمل كده. انتوا حاليا مستنيين فلوس، او عليكم فلوس، او عليكم دين، عليكم حاجه تخص الفلوس، عايزين تتكلموا، عايزين تفتحوا، عليكم حاجه عايزين تفتحوها الله اعلم. لكن عندكم شويه اوجاع، ده من الحسد الشديد، صداع مستمر، قولون عصبي، ضغوط نفسيه، والبعض منكم عنده اكتئاب. الاكتئاب ده من حاجات كتيره جدا على جميع الاوضاع بتاعته، فاعصابكم فورا لازم تكون هاديه، واموركم تكون مستجده. عندكم اتنين مش كويسين خالص طول الوقت، طول الوقت عندهم طول الوقت بيحطوا عينهم عليكم، طول الوقت عايزين يأذوكم، وعشان كده انتوا في فترة قلق، في فترة حيرة، في فترة خوف، في فترة ركود تاما لأعصابكم، لحياتكم، لأموركم، لحاجات عندكم. عندكم علاقة نرجسية، والعلاقة النرجسية دي شخص كذاب، شخص منافق، شخص متعدد العلاقات، انتوا حاليا معاه، فياريت تخلوا بالكم منه، لان هو بيحاول يأذيكم، او هو اصلا بيأذيكم، اذي مشاعركم، اذي قلبكم، وانتوا مش عاجبكم الوضع. شايفالك كمان يا برج السرطان، انت قطعت علاقتك مع برج الثور، وزعلان من برج الكوز، وكمان حرف الالف اللي مجننك وعامل لك حيرة، ومين برج الحمل، ومين برج العقرب، مين الناس دي كلها، ومين الست اللي كبيرة في السن اللي دايما بتدعي لك وعايزك تكون بأحسن حال،
وليه انت حاسس نفسك متربط ومتكتف ومش عارف تعمل اي حاجة؟ قول لي يا برج السرطان، هتفضل لحد امتى حيران؟ وهتفضل لحد امتى متوتر؟ وهتفضل لحد امتى خايف من بكرة؟ انا عايزاك تقف على ارض صلبة زي ما انت واقف، وعايزاك توصل لهدفك. مين القطة اللي عندك دي؟ يا هل ترى القطة دي حد عندك في حياتك غلبان وطيب ومسكين، ولا حد عامل على هيئة قطة وانت لسه ما اكتشفت حقيقته؟ طب قولي، الخيانة اللي انت اكتشفتها دي اخبارها ايه؟ عملت لك ايه في حياتك؟ صدمتك؟ قلبك فيه نغزة صح؟ بتعاني من، بتقول انا عملت لهم ايه؟ انا ليه ردوا عليا الحب اللي انا اديته لهم، ردوه عليا بقاسية وبظلم، رغم ان انا كنت كويس معاهم، رغم ان انا كنت بحبهم، رغم ان انا دايما بفعل المستحيل علشانهم، رغم ان انا دايما بحب لهم الخير، ليه هم ردوا عليا بالاساءة وبالظلم وبالاهانة؟ ليه؟ صح؟ بتسأل نفسك كتير جدا أسئلة مختلفة، حاسس انه في حد واقف على كتفك ومكتفك، حاسس انه في حد بيحبطك، حاسس انه في حد دايما عايز لك المشاكل وعايز لك الإحباط، حاسس انه محدش عايز لك الخير في حياتك أبدا. شايفالك كمان يا برج السرطان انت هتدخل في مواجهات كتيره جدا الفتره اللي جايه، وكل المواجهات دي هتكون من صالحك. طيب اقول لك على حاجه، مين الشخص اللي عندك اللي دايما ما بيحكمش بعداله، دايما بتحس ان هو جاي عليك وعايز يظلمك، ما بيحكمش عليك بعداله، او لما بتتناقشوا قدامه دايما بيحكم عكس او بيميل مع حد، انت حاسس كده صح؟ انت دايما حاسس بالظلم يا برج السرطان، انت دايما حاسس بالظلم وحاسس ان انت وحيد، رغم في ناس كتيرة جدا جنبك وفي ناس كتيرة بتحبك. انا عايزالك السعادة وعايزالك الرزق وعايزالك التفاؤل وعايزالك الهنا، بس انت دايما خلي في حياتك يقين بالله. اتمنى لك كل ما هو جميل، صل على الحبيب دايما، استغفر ربنا، ربنا بيقول لك وبشر الصابرين، يعني انت عندك دعوة كتيرة جدا جدا مستجابة الفترة اللي جاية.